هيثم قاسمي 26 سنه مستشار قانوني جيت لتيمارت اترافير لانفيتاسيون اللي صيفطوا ليا باش نغوبريزونتي دو ان لي زارتيست اللي كنخدموا معاهم اللي هما يزيد وبشرى ريم و او ميم طون نشارك معاهم هاد النوليدج اللي عندنا حنايا بارابور تو سكي جوريديك تو سكي مانجمنت دونك حنا ايتون ريبريزونطون ديال دي ايجنسي لو فونداتور ديالها كي اون talent management agency donc quand dirou le management artistique les artistes ديالنا و كنديروا معاهم l'accompagnement juridique و حتى la distribution etc. شكرا كنشكر بزاف جمعيه مارتي لان عرضتني اليوم. انا فرحان لان درت لي لقاء مباشر مع الشباب من المنطقه كتسوا هنايا في دار الشباب هرهوره مع الناس من المنطقه ديال 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 تماره وهرهوره. دونك انا فرحان اليوم بزاف لان بارطاجينا مع لي جون. عرفتي اليوم فين ما كيكون عندي فين ما كتكون عندي الفرصه انني نبارطاجي دي انفورماسيون نبارطاجي ليكسبيريونس كتكون عندي مهمه لان انا كنقول بالنسبه ليا هذه انفورماسيون سهله والحمد لله نحاولوا نوصلوا لو جود فايبس نوصلوا انفورماسيون جديده. دونك جيتي فريمون فرحان وكنت تري تري كونتون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس اكثر من مجرد خبر.